هذا تهديد خو ما بيها كافلة بتهديد. هذا شنو هو من جيبي هذا؟ دا اقراش شو يسمونه؟ دا اقرا الشيء. لكن الكاظمي مثلا دعا الى تشكيل لجنة تحقيقية وفيها ومن اعضائها احد امن الحشد. نعم. احنا هسه ما نقدر نحكي، مو اذا حكينا لا تحكي تحكي يعني شنو معترض انت امريكي وانت منزلق ومنبطح وسعود ويعطوك سعود فلوس وكذا من هذا الخلط مال الولائيين وغيرهم. هذا الواقع اللي موجود اللي نشوفه، والا انت ابو ولاء الولائي من وطاك هذا الصلاحيه تتكلم بها؟ لا انت صاحب كتله برلمانيه ولا انت مشترك بالعمليه السياسيه وانت مختفي. تعال احكي هذا شو الجمهور فشوفي. بينما مثلا اكو اخرين دعوا الى التحقيق بالموضوع، يعني هذا شيء جميل. وانا اقول ايضا الدعوه الى التهدئه وحدها لا تكفي. انا ضد الدعوه الى التهدئه وحدها، نعم يجب الدعوه الى التهدئه، ولكن مع ذلك يجب اجراء تحقيق دقيق بالموضوع. وهذا التحقيق يشترك فيه نعم أمنيون منهم أعضاء في الحشد الشعبي.